كرة في منتصف الملعب، معتوق من اللمسة الأولى، يلعب الكرة مع شرارة، شرارة يفتح لها باتجاه السريع علي معتوق، معتوق يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، تتهيأ لمصلحة الأهلي، فرصة، متابعة جيدة من الدفاع، علي معتوق في الدفاع، إبعاد من دفاع فريق الأولمبي، العودة من التربي إلى نشنوش، نشنوش بكل هدوء لمصلحة الأهلي، أيوب عياد لمسة واثنين، كرة لمصلحة الأهلي، فرصة لمصلحة الأهلي داخل منطقة الجزاء، تباطؤ ومتابعة من الدفاع، موصف المنير، محمد عثمان على التسديد، والمتابعة من محمد نشنوش، التسديد ونشنوش بامتياز، متابعة جيدة من نشنوش، محمد نشنوش ينجح في إبعاد كرة كادت تشكل خطورة، رأسية في مرة أولى، فرصة لمصلحة فريق الأولمبي، ماذا يعني الحكم؟ هناك خطأ، خطأ لمصلحة فريق الأهلي، خطأ لمصلحة المدافع، أهلي معتوق، خطأ لمصلحة فريق الأهلي حسب إشارة الحكم باملاك تسيما الحكم الدولي الأثيوبي اللي توسط هذا اللقاء. التدخل كان من مصطفى المنير وكذلك من هشام لجنف. أيوب باتجاه السلتو، كرة مصلحة الأهلي، الحكم يطلب مصارة اللعب. أنا لقطة الإعادة، السلتو ترفع داخل منطقة الجزاء، راسية والمتابعة من المندلسي، متابعة جيدة من وسام المندلسي، راسية الخطير المتدور أنيس سلتو، والمتابعة من وسام المندلسي حارس مرمى فريق الأولمبي بكل هدوء، رفع كرة من الترهوني، راسية السلتو، الترهوني، الترهوني في رفع الكرة، فرصة لمصلحة الأهلي والإبعاد بمبدأ السلامة والأمان، ركلة ركنية لمصلحة فريق الأهلي في الوقت المبدد، شرارة ترفع تعود من هشام لجنب في مرة أولى تكون أقرب لعلي معتوق، شرارة من جديد من اللمسة الأولى، راسية، هدف، هدف لمصلحة الأهلي، هدف لمصلحة فريق الأهلي وعن طريق أحمد التربية، إذا تتغير النتيجة الأهلي يتمكن من إحراز الهدف الأول في هذا اللقاء، بهتة من دفاع فريق الأولمبي، التربية قائد الفريق، التربية قلب الدفاع يتمكن من إحراز الهدف الأول في هذا اللقاء، تتغير لوحة النتيجة، هدف مقابل شيء، شرارة، راسية أيوب والتربي في المتابعة، التربي القادم من الخلف، قلب الدفاع وقائد المنتخب الوطني، المدافع أحمد التربي يتمكن من خطف الهدف الأول في الوقت المبدد، باتجاه شرارة، فرصة لمصلحة الأهلي، أنيس سلتو، هدف، لا تعود، ومن الدفاع بشكل غريب فرصة الهدف الثاني ضاعت على فريق الأهلي، كرة تعود من القائم الأيسر وبعد ذلك تجد تدخل من الدفاع، لفرة أهلاوية، الحكم ماذا يعني الحكم؟ ركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي، ركلة جزاء، خطورة كبيرة للاعبي فريق الأهلي في هذه الدقائق، طلتو والمتابعة كانت من طرق بشارة، الحكم لم يتردد في الإعلان عن ركلة جزاء، معتوق الخطير السريع وسلتو مصدر الخطورة الدائمة، لفقي، محمد لفقي، وينجح المندلسي في الإبعاد، ينجح أسامة المندلسي في إبعاد ركلة الجزاء، ركلة ركنية لمصلحة فريق الأهلي، محمد لفقي يخفق ويتألق أسامة المندلسي، هشام لجنف سلتو شرارة، فرصة والتالي، والتالي عن طريق محمد شرارة، يتمكن الأردني محمد أبو سريج شرارة من إحراز الهدف الثاني لمصلحة فريق الأهلي، شرارة يتمكن في هذه الدقائق من إحراز الهدف الثاني، شرارة الخطير السريع، شرارة يفتك الكرة ويتمكن من إضافة الهدف الثاني، مجهود طيب كذلك يحسب لأنيس سلتو مصدر الخطورة، والشرارة يولع الشرارة يتمكن من إضافة الهدف الثاني لمصلحة فريق الأهلي، استوقع حارس المرمى، خطورة كبيرة من السلتو، السلتو براسية وشرارة داخل منطقة الجزاء يتمكن من إضافة الهدف الثاني، تتغير لوحة النتيجة، الأهلي يعمق الفرق ويضيف الهدف الثاني عن طريق مهاجم الأردني محمد أبو زريق شرارة، خطورة كبيرة كذلك لين السلتو اللي كان وراء ركلة الجزاء، تقنية الفار متواجدة في الدور السداسي، حكام غرفة الفار
الدولي معتز الشلماني والدولي باسم سيف النصر وباملاك تسيما في المتابعة. باملاك تسيما واحتجاج من لاعبي فريق الأولمبي بطاقة حمراء لحارس مرمى فريق الأولمبي البديل كمدافع هشام نجنف حسب قرار الحكم باملاك تسيما بعد الرجوع إلى تقنية الفار وإلى غرفة الفار. إذا الله يتقدم بهدف مقابل شيء هدف شوط المباراة الأول عن طريق أحمد التربي. كرة عرضية تجد متابعة من نشنوش. كرة أمامية المندلسي في المتابعة وسام المندلسي في المتابعة وقراءة سليمة للمحاولة الأخيرة لمصلحة فريق الأهلي. في الدقيقة 90 النصر يعود في النتيجة من فريق الاتحاد وفريق الأهلي يبدو في طريق مفتوح للتتويج باللقب. راسية والكرة خارج الملعب ركلة مرمى لمصلحة فريق الأهلي. اتجاه الطبال المتابعة من محمد الكرماجي لبعاد ركلة ركنية لمصلحة فريق الأهلي. التسديد يتدخل فرصة يتدخل المندلسي التسديد كان معتز المهدي وتدخل لحارس المرمى وسام المندلسي ينجح في بعد كرة كانت في طريقها إلى الشباك. الكرماجي من جديد يتدخل نشنوش وفي هذه الآونة الحكم التي بباملاك تسيما صفرت نهاية هذا اللقاء بتقدم فريق الأهلي بهدف مقابل لا شيء.